أهلا وسهلا كل متابعينا من كل دول العالم، تحياتي لكم من قناتي هادي أيوب. بدنا نتعلم اليوم أشياء كتير حلوة، بدنا نكشف أسرار كتير حلوة كمان. هول الأغاني اللي عم نلعبه هلأ بالحفلات، طك الفشك وهالقصص هيدي، حنتعلمها كلها بهالطريقة هلأ، بطريقة يعني كتير مبسطة وسهلة كتير. خلينا هلأ نطلع على مقام صبا زمزم. الطريقة هاي حركة كتير بسيطة، شوف كيف هلا أنا بعملها بالطريقة. تعملها هيك طبعا، إذا تعملها هيك أحسن. الطريقة بعدين بيقول هيدي الحركة هيك يطلع صوت نجوس حالف لجيك محزم. عم بعزفها من فوق مشان تشوفوا شو قصدي، حالف لجيك محزم. كتير بسيطين، حركات كتير بسيطين. Thank you.
في كمان طريقة تانية هيك. أنا طيب عم بختار الأسهل، أسهل طريقة لكم، يعني إنه ما تتحسوها صعبة. هاي في هيك كمان شوي بيعمل هيك. ما بتعرفون ولا صرتوا عنا هيك تطلع كور. طبعا بالبيتش كل شخص سألني عن هالحركات، بتمنى تكونوا استفدتوا منهم، اتدربوا عليهم، وإذا فيكم بعتوا لي فيديوهات لشوف شو عم يصير معاكم، واكتبوا لي بالتعليقات أي شيء حابين تعرفوا. تحياتي لكم، ومنا كثافة لايكات شباب، شوي عم بيحاربونا بالقناة، بس نحن إن شاء الله مع بعض. تحياتي لكم.